طبعاً أتاحت بيئة الأعمال في الإمارات انفتاحاً على السوق العالمي، إضافة طبعاً للقوانين والسياسات الهادفة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الإماراتية لتصل إلى أعلى المناصب وإنشاء أعمال خاصة تسير بها نحو النجاح العالمي فائق التوقعات. اليوم مشاهدينا ويانا أحد هذه النماذج الناجحة في عالم التصميم والأزياء، مؤسسة علامة روج كوتور منذ عام 2002، ويانا عبر زوم رائدة الأعمال سارة المدني. صباحة ورد. صباح النور، شو أخباركم؟ الحمد لله تمام. بداية سارة، شو اللي دفعك لاختيار تصميم الأزياء كمهنة لك؟ يوم بديت أنا كان عمري 15 سنة يوم فتحت شركة تصميم الأزياء. ما أعتقد كان في بالي أني أكون مصممة أزياء، بس كنت أبغى أغير طريقة الحرمة تلبس فيها لبسها التقليدي. صحيح. أيضاً سارة، كلمينا عن مصدر الإلهام اللي خلات أنك أنت تدخلين في عالم التصميم حتى في تصاميمك اللي اليوم نشوفها. لما واحدة يكون عمرها 15 سنة ما يكون عندها مصدر إلهام في هالوقت هذا، بس يعني كان في كيريوستي شوية، وبعد مثلاً ما طورت وكبرت في هالمجال، يعني صار لي فوق 19-20 سنة في هالمجال هذا، اللي كان يلهمني هو أني أخلي المرأة تكون قوية عن طريق لبسها. صحيح. نعم. سارة، شو الأسماء اللي تعجبك وتعتبرينها من المصممين العالميين في عالم الموضة والأزياء واللي تحبين أنك تتابعينهم؟ أنا ستايلي شوية أفانغارد، فيعني شغل ألكساندر ماكوين، أحب شغل اللي صعب، فيرا وانغ، يعني في وايد أسامي يعني تلهمني بطريقة شغلها، بس أحس إن ستايلي شوية غريب يعني. صحيح. نعم. أيضاً سارة، الكثير في لما ندخل ريادة الأعمال لازم يكون هناك في جمهور مستهدف عشان تنجح مثل ما نقول الأعمال اللي نقدمها. كلمينا عن الجمهور المستهدف اللي أنت تحبين تتواصلين معهم. أحس المرأة اللي يعني تلبس من عندي هي مرأة قوية، لا تخاف من التحديات، تحب تواجه الحياة، تحب التغيير، تحب التطور. ما بقول لك مثلا كل بني آدم، كل حرمة في الإمارات تلبس من عندي أو في الخليج أو في الميدل إيست، يعني في ستايل معين، في شخصية معينة يبالها جرأة شوية. ولكن نرجع لمفهوم التصاميم، احنا نعرف انه الكثير من التصاميم تختلف في محتواها، يعني في تصاميم للمرأة الخليجية تختلف عن المرأة الأوروبية، كلمينا أكثر عن هذا الموضوع. طبعا أكيد الستايل يختلف، وفي النهاية أنا اللي قاعد أسويه ما يرمز ل يعني ما دائما أقول أنا الشغل اللي أسويه ما يرمز لشيء يعني يخص الدين، هو يخص العادات والتقاليد. أنا شغلي في اللباس المحتشم، ويعني حتى الحين لقيت إقبال كبير من الأجانب على اللبس المحتشم، لأن اللبس المحتشم هي طريقة حياة، مش بس طريقة تفكير يعني. صحيح. فستايلهم غير، وحتى يوم مثلا أنا يعني أي ديستريبيوت لفرنسا وللندن وشي، فنسوي تغييرات بسيطة إنه يبين إن مثلا العباء كانها كارديجان، كانها جاكيت يعني. صحيح. فهي لهالغلط هذا. سارة، يعني عقب ما افتتحتوا شركة هلا هاي لقينا سلسلة نجاحات ما شاء الله في هذه الشركة، خبرينا عن هدفك أكثر وعن سعادتك بهذا النجاح. طبعاً هلا هاي فتحناها قبل 3 شهور، فخلالها 3 شهور كبرنا بشكل يعني مو طبيعي، ما كنا متوقعين أبداً، ولا واحد من أصحاب الشركة كان متوقع النجاح هذا، بس يعني كبر بشكل مو طبيعي، والحمد لله يعني وصلنا لمستوى عالمي. كنا في البداية مخططين نكون أكبر شركة على مستوى الشرق الأوسط. نعم. بس بعد شهر من انطلاق الشركة غيرنا الفيجن مالنا من الشرق الأوسط للعالمية يعني. نعم. لكن سارة، كلمينا أكثر عن مثل هوية أيضاً المصمم وهويتك في تصاميمك، هل من الممكن لما احنا نشوف تصاميمك حتى عالمياً نقدر نحن نقول فيها هوية من أو ممكن مثل ما نقول جزء من شخصيتك في التصميم؟ هي كلها شخصيتي أنا في حياتي في خلال 19-20 سنة، ما جبت مصممين يشتغلون عندي، لأن مرة سويت هالشيء هذا
والستايل تغير والزباين ضايقوا، فحسيت أنا لازم تكون لي يعني بصمة في الديزاين. نعم. فكنت أنا دائما أسوي كل الشغل يعني، ما أعرف سبحان الله يعني الواحد لما هو يشتغل على شيء يبين أن فلان هو اللي اشتغل عليه شخصيته. صحيح فيه. صحيح. هاي. سارة تمتلكين ذكاء جميل جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذا كان في تعليقات سلبية تتقبلينها بصدر رحب، كيف ما تأثر فيك التعليقات السلبية أو المحبطة أو بعض التعليقات خلينا نقول أو بعض التنمر من بعض المتابعين؟ في النهاية الشخص اللي ما يعرفني بشكل شخصي رأيه ما يهمني ولا يأثر فيني، لأن يعني هالبني آدم ما يعرفني يعني I will not take it personal لأن they don't know me personally. فأنا يعني تربيت على شيء يعني it's مثل موتو أنا عندي في الحياة إن you leave people better than the way you found them، أترك البني آدم بصورة أحسن من الطريقة اللي تعرفت فيه عليه يعني بشكل تعرف عليه. فدايما لما يجيني شيء سلبي أو كلام سلبي أو تنمر الرد يكون دايما إيجابي، لأنه سبحان الله مرات يعني 30% من الأشخاص اللي يتنمرون ينتهون يعني ينتهي الموضوع باعتذار وإن في حياتي ما بكلم حد بهالطريقة وكلامك صح وهذا كله، والبقية البرسنتج الباقي يتنمرون بزيادة. فإذا أنا أقدر أغير 1% من الناس اللي قاعد يتنمرون يعني أونلاين أكون أنجزت شيء كبير يعني. صحيح. فبلاكس في النهاية هذول البشر والكلام اللي يكتبونه مش انطباع لشخصيتي أو حياتي، هذا انطباع لحياتهم ولشيء داخلهم هم. نعم. صحيح. أيضا سارة كلمينا عن بعض التوجهات اللي الحين تتوجه إليها الموضة. شوفي الموضة صارت unpredictable يعني، قبل كان في ويب سايت يخبرونا شو الألوان اللي بتطلع شو القصات اللي بتطلع، في توقعات في predictions. أما بسبة السوشيال ميديا لأن في عندنا fashionistas يسوون يعني يأخذون لبس and they create their own style، فصار الترند مش متوقع أبدا يعني، اللي يسوي شيء ويطلع ترند يطلع فيه. نعم. صح. فit became a little bit hard مع السوشيال ميديا، بس إنه وفي نفس الوقت حلو لأن صار يعني مفتوح للكل ومش ماشي على نمط معين عالم يعني. نعم. أكيد نورتينا اليوم سارة المدني رائدة أعمال في هذا الصباح، ونتمنى لك أكيد كل التوفيق من أسرة برنامج صباح الخير يا وطن، ويومك سعيد. شكراً.